السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. قبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في أزمة تلوح في الأفق ما بين الاتحاد المصري وما بين لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي وطرف فيها الكابتن محمد صلاح، يعني الأزمة الثلاثية. هنتكلم في الأزمة دي، احنا يعني احنا كمنتخب مصر لا، احنا ما بندورش على الاستقرار، احنا بندور على الأزمات وبنفتعلها. يعني الأزمة اللي هتكلم فيها جوه الحلقة دي أزمة كان ممكن تداركها بكل بساطة وبكل سهولة، بس ازاي احنا ما ينفعش نعدي اي حاجة كده، لازم نعمل مشكلة في المنتخب مع اللعيبة ونعمل جو غير رياضي جوه المنتخب. يلا بينا نخش على المشكلة ونعرف المشكلة، بس قبل ما نخش على المشكلة ياريت تنزل تدعمنا بلايك، اللايك الكتير بيخلي فيديوهاتنا توصل للناس المشتركة واللي مش مشتركة، وسبسكرايب للناس الجديدة وفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش على الحلقة. في البداية الأزمة ما بين الاتحاد المصري وما بين كابتن النادي الأهلي أحمد فتحي ومحمد صلاح. طبعا عارفين ان كابتن أحمد فتحي كابتن منتخب مصر، أقدم واحد في المنتخب حاليا أحمد فتحي بيلعب في المنتخب وعنده 17 سنة، يعني بيلعب بقاله فترة كبيرة، فالأحق بقيادة شارة كابتن مصر هو الكابتن أحمد فتحي. بس ازاي لأن المنتخب مصر او اللي ماسكين منتخب مصر والاتحاد المصري عايزين يدوا شارة القيادة للكابتن محمد صلاح، يعني عشان الكابتن محمد صلاح بيلعب في ليفربول، فازاي ما نديش الكابتن محمد صلاح شارة القيادة؟ وعشان احنا مزعلين الكابتن محمد صلاح، وعشان احنا عملنا كذا موقف في الكابتن محمد صلاح، والكابتن محمد صلاح زعلان مننا وحقه انه يزعل مننا، لان ما وقفناش جنبه في زابست وما وقفناش جنبه في كذا موقف تاني، فلازم نصالحه بشارة القيادة. طيب استطلع الكابتن محمد بركات مدير المنتخب رأي الكابتن احمد فتحي وسأله: يا كابتن احمد فتحي انا بستأذنك بس عايزين ناخد شارة القيادة منك عشان نديها للكابتن محمد صلاح. طبعا الكابتن احمد فتحي عارفين الكابتن احمد فتحي من الناس المحترمة في منتخب مصر، قال له: يا كابتن ما ينفعش، انا قائد المنتخب وانا عشان اوصل لشارة القيادة لعبت في مصر اكتر من 17 سنة، فازاي عايزين تسحبوا مني شارة القيادة وتدوها لواحد اصغر مني او جديد في المنتخب؟ قال له: يا كابتن طيب ايه يا كابتن ما تديها له وبتاع. كابتن احمد فتحي قال له: لو صممتوا على موقفكم انا مش رايح المنتخب. والكابتن احمد فتحي عنده كل الحق، انت راجل اقدم لعيب في المنتخب، الراجل قاتل على الفرصه، الراجل ده كان بيلعب لثلاث منتخبات، لعب في نفس الفتره لعب منتخب الناشئين وكانوا بيصعدوه للاولمبي وصعدوه للمنتخب الاول وهو عنده 17 سنه. احمد فتحي تاريخه مع منتخب مصر كبير، 3 افريقيا. احمد فتحي وصل لشاره القياده بعد عرق وجهد وتعب. مش هنقول ان محمد صلاح مش طرف في القصه، هو الاتحاد المصري او منتخب مصر او اللي ماسكين منتخب مصر عايزين يراضوا محمد صلاح، محمد صلاح بره القصه، بس هي الحل في ايد كابتن محمد صلاح. انا لو مهما كنت بلعب في ليفربول بلعب في اي حته، انا لاعب محترم، واحنا عارفين الكابتن محمد صلاح لاعب محترم، المفروض لما يقولوا له حاجه زي دي يقول لهم لا، الاكبر في السن ياخدها، الكابتن احمد فتحي هو اولى بيها. يعني محمد صلاح اللي هيخلص القصه، محمد صلاح اللي في ايده الحل، هيروح لقائد المنتخب اللي ماسك المنتخب او مدرب المنتخب او مدير المنتخب يقول له الاحق بيها الكابتن احمد فتحي او اقدم لعيب في بعد وجود الكابتن احمد فتحي، ويخلصها الكابتن محمد صلاح. مفيش في احنا طول عمرنا في منتخب مصر اللي بياخد قياده المنتخب وشارة القيادة في أي منتخب أو في الأندية الأقدم ما بندهاش بنجم النجم، يعني في فترة من الفترات أبو تريكة كان نجم منتخب مصر ونجم طبعا النادي الأهلي وما كانش بياخد شارة القيادة. ما تجيش تقول لي عشان أنت عامل مع محمد صلاح مواقف زبالة فأنت عايز تراضيه بشارة القيادة، وشارة القيادة مش هتزود من محمد صلاح ولا هتقلل من محمد صلاح، بس تبقى القيم موجودة في منتخب مصر أو في أي فرقة مصرية، الأقدم هو الأحق بيها، بس اللي هيخلص اللغط وهيخلص الاستهبال اللي بيستهبله المنتخب المصري والاتحاد المصري والمواضيع اللي هم بيفتعلوها كل مرة الكابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح المفروض يطلع ويقول: يا جماعة
ده اللي منتظرينه من كابتن محمد صلاح، هو اللي خلص المشكله. يقول يا جماعه انا مش عايز شرط القياده، شرط القياده بالاقدام مش بالنجم. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، وقول لنا رايك في الازمه، وقول لنا رايك في الاتحاد المصري ومنتخب مصر اللي احنا اساسا بندور على التفاهم بدل ما ندور عايزين نبني منتخب ينافس على البطولات، رايحين بنبص مين اللي هياخد شرط القياده، من الدوله محمد صلاح. يعني حاجه تعصب كل مصري وحاجه تعصب فعلا. انا المفروض ادور ان المنتخب ازاي اخلي منتخب مصر ينافس على الدول العربيه وينافس الدول الافريقيه، ونشوف منتخب مصر عايز ايه. لا احنا بندور نعمل مشكله، لا يا جماعه لازم محمد صلاح ياخد شرط القياده. قول لنا رايك في الكومنتات. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لايك وشير وسبسكرايب للناس الجديده، وفعل زر الجرس.